اللي يرسل لك هذا المقطع ترى يحب لك الخير. تعرف واحد صديق لي يعني، هو صراحة بالهاتف تلفوني يتصل فيني دائما، وصاحب لوموزين مع تاكسي دائما يوصل الناس بالتاكسي. فجأة يقول مرة هو في الرياض، يقول ركبوا معي 4 من الشباب، يقول ما يعني ما أعرفهم، وقفوني قالوا ممكن توصلنا الشرقية، الشرقية عن الرياض 400 كيلو. يقول ركبوا معي الشباب دولي، عاد يحدثني يقول ترى أنا ماني مطوع بس أنا أحب الخير، ودائما يعني يركب معي أحد نشغل له شريط قرآن محاضرة. يقول إحنا في الطريق وقفنا عند محطة بنزين، وصراحة كان وقت صلاة العصر. يقول أول ما وقفت كذا ودخلت قلت لهم يا شباب أنا مستحي أقول لهم صلوا، يقول أنا ما أعرف أنصحني بشيخ ولا بداعية. يقول فقلت لهم يا شباب إيش رأيكم نصلي؟ يقول طبعا دائم قدام يركب الزعيم حقهم، تعرف الشلة الشباب لازم فيها زعيم. يقول اللي قدام هذا وش قال؟ قال والله اسمح لنا احنا ما نصلي. قال بهالعبارة احنا ما نصلي. خوينا هذا صاحب التاكسي يقول والله انفجعت، في مسلم ما يصلي؟ في مسلم ما يتقرب الى الله بالصلاة؟ يقول حتى اني ما انا عمري حدثت على احد. قلت لهم يا شباب كل شيء للصلاة، كل شيء للصلاة، لو حتى عصينا اذنبنا الا الصلاة لانها صلة بيننا وبين الله. يقول سبحان الله، قلت لهم يا شباب خلونا نصلي. يقول هذا الزعيم نفسه اللي قال ما نصلي اعتذر، التفت على اخوياه قال لهم كان يا شباب ايش رايكم خلونا نصلي. هذا صاحبهم الزعيم اللي فيهم قال يا شباب خلونا نصلي. يقول انزلوا معي هم 4 وانا الخامس، توضينا ودخلنا المسجد. قالوا لي صلي فينا انت. صلى فيهم راعي التاكسي هذا. اول يقول صليت بهم طبعا ركعتين صلاه العصر لان مسافرين. يقول صليت الركعتين ثم يوم سلمت التفت عليهم الا واحد منهم ساجد، هو الزعيم هذا اللي قال اول ما نصلي ثم قال خلونا نصلي. لقيته ساجد. اخويا يسوون معي مازحونه، قام عاد سوي نفسك مطوع. يوم حركوه فسقط فاذا هو ميت. هذه حصلت في طريق الرياض الشرقية. والله العظيم ان اصدقاء كلهم مو مصدقين، توقع انه يمزح. يا فلان قوم، واحد يقول من اخوياه يرش على وجه الماء، الثاني يقول يحط ابنه عند دقات قلبه. يقول وبدا البكاء يضج في المسجد من اصدقائه 3، يصيحون صياح. حتى اجتمعوا اللي في المحطة من العمالة الهندية والبنغلاديشية، صارت ضجة. يقولوا لقيت واحد من الشباب هذول يصيح صياح مثل الطفل، فاكتشفت انه اخوه اليسر منه. يا الله، واروح اهدي هذا ولا اهدي هذا؟ مسكت اخوه اذكره بالله، احمد ربك اخوك قبض الله روحه وهو ساجد، والانسان اذا مات على شيء بعث عليه، واخوك ان شاء الله يبعث ساجد. قال والله اني ما ابكي على اخوي انه مات، لكن هل تعرف يا اخي انا واخوي من 15 سنه ما صلينا. تو اخوي يصلي من 15 سنه ما سجدنا لله، من 15 سنه ما ركعنا لله، ثم يقبض الله روحه وهو ساجد. الله اكبر، ما انتقم الله منه. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يعني قبض الله روحه وساجد وهو يقول سبحان ربي الأعلى، وهو مستقبل القبلة وهو متوضئ. شباب، الصلاة الصلاة الصلاة، عشان ربي يوفقك صل، عشان ربي يحفظك صل. فلذلك أخوك اللي أرسل لك هذا المقطع أقسم بالله يبي لك الخير ويحب لك الخير. ليش؟ لأن الصلاة صلة بيننا وبين الله، من قطع الصلاة قطع الله عن قلبه الراحة. اخوك هذا لو اللي ارسل لك المقطع الان لو ارسل لك فلوس تحبه ولا ما تحبه؟ تقول اكيد احبه. لو اعطاك هديه جوال ولا غيره تقول احبه؟ والله اعطاك اعظم هديه انه ينصحك انك تكون من المصلين. قم وانا اخوك الان توض وصل اخر صلاه ما صليتها. قم توض الان قم استعن بالله، ادحر الشيطان، استعن بالله من الشيطان الرجيم. قم توض، شوف انشراح الصدر، رح للمسجد، اطلب الله وانت ساجد في المسجد. قل يا رب اهدني، يا رب حببني للصلاة، وشوف حياتك كيف تتغير. الطفش، الزهق،
ضيقة الصدر، النفسية التعبانة، والله تذهب مع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال الصلاة، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر حياته. الله يجعلنا وياكم مصلين. يلا الله يا شباب الصلاة.